أصدقائي، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم الكرة مع عزيز. التصريح ديال وليد الركراكي اللي تكلم فيه على التقرير ديال الصعوبات اللي وجدها كذلك في كأس العالم، وكذلك على التحديات اللي غادي نواجهها إن شاء الله في المستقبل، وخصوصا يعني اللي غادي نواجهها ان شاء الله في كاس افريقيا، كذلك التحديات والصعوبات اللي لقيناها في كاس العالم. فانطلاقا من هذه التحديات غادي نبداو نبنيو على ان ما نلقاوش بحال هذه المشاكل، وكذلك كيفاش نتفوقوا، كيفاش علاش حنا ما ديناش كاس العالم. فخصنا يكون عندنا واحد توجه واضح باش يمكن لينا نشوفوا يعني الطموح ديال هذا المدرب، الطموح الكبير والمشروع. فكذلك خصنا نخارطوا جميع في هذا المشروع، لا من الصحافة ولا من الجمهور، وكذلك لا كنخص بالذكر يعني الأندية المغربية، يعني الأندية ديال البطولة الوطنية الاحترافية. فخصها تنخرط هي في هذا المشروع وتعطينا وجوه جديده، يعني وريتم جديد يعني في البطوله الاحترافيه، يكون ريتم عالي ان شاء الله، واللي خصها ترفع من الايقاع ديال المنافسه والتكوين. كذلك هادشي ما كيجيش بين عشيه وضحاها، فكيجي بالتكوين والعمل المشترك يعني ما بين المكتب المسير ولا من اللاعبين. كيف كنشوفوا الان يعني على غرار يعني فريق الوداد البيضاوي، يعني قريب الان من التعاقد مع عبد الاله صابر، يعني لاعب سابق واللي لعب في انديه كبيره اوروبيه، يعني لاعب ديال الوداد البيضاوي، يعني لاعب سابق واللي شارك يعني في كاس العالم في 98 يعني في فرنسا. فجميع الانديه المغربيه خصوصا يعني قاطره الكره القدم يعني الوطنيه، واللي هم الرجاء والجيش يعني والوفاس وبركان خريبكا، يعني جميع الفروق اللي كتلعب على يعني ادوار طلائعيه. فخص يعني تعطينا وجوه جديده، يعني مدربين ولا عدتها، يعني عندها لاعبين كبار واللي يحملوا كذلك القميص الوطني واللي احترفوا كذلك بالخارج، فغادي يفيدونا بهذيك التجربه ديالهم، يعني احترفوا في اوروبا انديه اوروبيه كبيره. خصنا نعطيهم فرصه يعني باش ينهضوا بكره القدم المغربيه. فهذا الشيء غادي يفيدنا احنا، يعني غنعود على المنتخب الوطني غير بالنفع، وغادي يعطينا لاعبين كثار. للناخب الوطني غادي يكون عنده واحد العديد ديال الاختيارات، وغتكون عنده قاعده ديال اللاعبين بزاف اللي غيختار منهم لاعبين اللي غادي يمثلوا المنتخب الوطني في منافسات القاريه. فإلا بغينا نفوزوا بكاس افريقيا فخص تكون حنا نكونوا يد وحده. وكما الان كنشوف ان بعد يعني شي حوايج كيوقعوا صراحه اللي خصنا نتجاوزوهم، يعني صراحه هذا الشيء كان وقع لنا مشكل في كاس العالم ديال 94، فكان وقع لينا مشكل فاننا بعد يعني كل نادي مغربي بغى يلعب اللاعب ديالو اللي كيمثلو، بحال داك اللاعب كيمثل الانديه المغربيه، هو راه كيمثل المنتخب الوطني، فكيمثل الجمهور ديال المنتخب الوطني. هاد المشاكل خصنا نتجاوزوها، خصنا نظرو للامام بنظره يعني ديال النظره ديال واحد المنتخب اللي بغى يدي الالقاب. فإلا بغينا نديو الألقاب فعطاني وليد الركراكي الآن خارطة الطريق اللي غادي نمشيو عليها كاملين، وخص يعني جميع الفعاليات الرياضية اللي في المغرب خاصها تنخرط في هذا المشروع، فباش يمكن لينا يعني نكونوا كاملين عارفين الطريق اللي غنمشيو ليها، باش ما يبقاش هذاك يعني ما نرجعوش للور. فدابا يعني كنلاحظوا دابا بعض اللاعبين مثلا أوناحي او يعني عطيه الله او يعني بدر بانون او يعني لاعبين تبارك الله بينوا على كفاءه وبينوا على انهم لاعبين يقدروا يعني يحملوا القميص الوطني. يعني كاع الانديه الاوروبيه الان كتهضر على عطيه الله ولا اوناحي، وكنظن على ان لاعبين اخرين غادي يعني نفس المستوى ان شاء الله. فكنظن على ان خصنا كاملين يعني الكل ينخرط في هذا المشروع باش يمكن لينا
نعطيو منتوج كروي جيد اللي غادي يفيدنا واللي غادي يعطينا واحد رؤية جديدة. فما بغيناش نوقعوا في يعني في المشاكل اللي وقعنا فيها في كأس العالم، فملي توقعت رومان سايس وخرج كذلك نايف أجرد فرقينا مشاكل. هاد اللاعبين راه ماشي ذنبهم هذاك، يعني اللاعبين داروا مجهود ديالهم واكثر من المجهود ديالهم لحد المعرفة ديالهم. فخصنا حنا يعني اللاعبين كون كانوا مكونين تكوين عالي يعني على درجة عالية فغادي يعطيونا منتوج كروي وما غيبقاش عندنا مشكل في هذا لاعب ما كاينش او هذا موعد او هذا غائب، فما غيكونش عندنا مشكل. الان خصنا نحاولوا ما امكن نجتهدوا ونعطيو يعني خص كل شيء ينخرط في هذا المشروع، يعني نخص بالذكر رؤساء الفرق وكذلك كذلك لا المدربين اللي غادي يجي، وماشي خصو يجي مثلا يشوف لاعب يعني كيمثل كيلعب رسمي او لا وباقي صغير يحطو في الاحتياط او وقف ليه مثلا طيح ليه المورال ديالو. كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نعرفوها، خاص هاد الناس يعني يتعاملوا معاملة جيدة وخصهم يعني يعطيو اللاعبين اللي يعني اللي جاي من اكاديميه محمد السادس واللي كيجيو الان كنشوفوا يعني مثلا اكاديميه الرجاء دابا حتى هي غتعطينا اللاعبين ان شاء الله في مستوى، وكنتمناو على الانديه الاخرى حتى هي يكون عندها يعني اكاديميات في مستوى ومؤطرين في مستوى اللي غادي يعطيونا لاعبين يفيدونا يفيدوا كره القدم الوطنيه وكذلك بالتالي يفيدوا المنتخب الوطني. ف كذلك خصنا لاعبين اللي غادي يحترفوا هنا في البطولات الاوروبيه ان شاء الله، فخص يكون الاختيار ديالهم اختيار يعني اختيار اللي غيمشيو للنادي اللي غيلعبوا فيه، ماشي انه غيمشي يريح يبرك ثاني وتكون ما تكونش عنده ثاني تنافسيه ويوقع لنا نفس المشكل. فخصها تكون عندنا هادشي علاش كنقول انا خصها تكون عندنا قاعده كبيره ديال اللاعبين اللي في مستوى اللي عندهم يعني مستوى باش يمثلوا المنتخب الوطني. كنتمنى انني نشوف يعني من الان من الدوره الاولى ان شاء الله نشوف ان يعني الكل بدا كينخرط في هذا المشروع واللي غادي يعطينا نتائج جد جد ايجابيه ان شاء الله. وشكرا.